يتكلم طبعا عن تعليق المساعدات العسكريه لمصر، طبعا في استمرار القضيه اللي احنا من ايام بنتكلم طبعاً عنها، بتاعت بوب منيندز والقصه اللي حصلت، القضيه اللي لسه واضح انها يعني في اروقه القضاء الامريكي، يعني هتستمر على مدار الايام القادمه بسبب الفضيحه الكبيره اللي حصلت الايام الماضيه. الخبر معنا بيقول عضو بارز في الكونجرس الامريكي يطالب بتعليق مساعدات لمصر، وطبعا وجه خطاب لوزاره الخارجيه. طالب جيرجيريو ميكس العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، طالب بتعليق جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان، وذلك في وقت تحقق فيه السلطات الأمريكية بدور القاهرة في قضية الاتهامات الموجهة للسيناتور بارز اللي هو بوب بتلقي رشاوى من مصر. ميكس أوضح أنه تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية الأمريكية يتعلق بتعليق مساعدات لمصر، وقال في بيان أن الكونغرس يحتاج إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية. طبعا تم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القصري. لكن حكومة طبعا جو بايدن اللي قالت قبل كده ان ما فيش اي سكوك لجنرال او لطفل ترامب المدلل، للأسف يعني لسه حتى الآن يعني قالت ان احنا هنفرض قيود، لكن هي ما فرضتش قيود بالمعايير الكافية حتى يتم تعليق هذه المساعدات. هو عموما المساعدات يعني المبالغ اللي بيخصموها وبيودوها لتايوان او حتى ودوها لبنان في الفترة الأخيرة مبالغ لما تيجي تحسبها في الإجمالي مبالغ قليلة، لكن الفكرة في الفضيحة الكبيرة اللي حصلت في أروقة الكونجرس الأمريكي. الفضيحة الكبيرة بتكمن مشاهدينا الكرام ومتابعينا الكرام في وجود شخصية مصرية مرموقة في جهة سيادية كبيرة متورطة في هذا الموضوع. بدأت الأمور كلها تتحدث أيضا أن الموضوع ما كانش بقى قصة لحم حلال أو قصة لحوم مدبوحة على الشريعة الإسلامية وائل حنا، لا، وائل حنا دلوقتي محطوط له أسورة كده في رجليه من الولايات المتحدة الأمريكية عشان يتم متابعته جي بي إس بإقامة جبرية داخل بيته والتحرك على مستوى كيلو، أقصى حاجة 3 كيلو حوالين بيته. طب هكمل بس الكلمتين، أكمل الكلمتين عشان وهو كمان بوب منيندز كمان المفروض ان هو تم سحب جواز سفره، تم سحب جواز سفر وائل حنا. الناس دي كلها دلوقتي محطوطه تحت الاقامه الجبريه عشان في محاكمات، والجلسه الاولى كانت جلسه لاخبارهم بس بالمعلومات وبان هم محطوطين تحت الاقامه الجبريه. هيتحدد لهم ميعاد لبدايه المحاكمات، والمحاكمات هتكون شديده جدا، وفي كمان تركب وصول على مطارات كبيره جدا ليهم وكمان للمسؤول المصري اللي موجود في ودفع غرامه وائل حنا 5 مليون دولار. ده وائل حنا بس لوحده 5 مليون مليون دولار.